رمال الله من شانه قلوله يضب لسانه عاش ابو علي العين ابو علي المعلم قسمي كرمال الله من شانه قلوله يضب لسانه عنده مثل عمود مو على المسرح مكانه العيون محمد السعيد بسجن شطة الله يبقى أسرك يا سعيد احنا ما نجبر على الناس الناس تجبر بينا بلغ الخاسر ثماني ناسي الرد قاسي الرد قاسي راسك المطلوب الرد قاسي عيون عباد ابو السعيد من يعادينا من يعادينا نمسح اخبارا من يعادينا من يخاوينا من يخاوينا عز مقدارا وليه وقت السهر سهيرة نشاط وقت الغيرة احنا رجال قمر كنا يعني اجبر عشيرة قطع يا عبد قطع المجوز والربالة لا عمر قلبي مسكن بعدك العود بيحزن كرمال الله من شانه قلوله يضب لسانه النعورة أهلنا النعورة أهلنا الله يعلي لشانه شقد خبصنا الدنيا شقد حبينا مشيها يا صاحبنا وليه انتهى وقت النقاش وابتدى دق الكلاش ندنا داندنا القصيدة لحنا انتهى وقت النقاش وابتدى دق الكلاش ندنا داندنا أمير أكبر غلط بحياتي واحد واطي يلا أكبر غلط بحياتي عليت واحد واطي يا واطي أكبر غلط بحياتي
اكبر غلط سويته ابن العفن خويته. اللي عادل الزعبي القبر يبقى بيته. ابو العبد وإليه الوضع بد وعمان والله بتموتوا عن نسوان نخرب بيتكم. كيفت يا ابو هلال كيفت؟ الوضع بد وعمان ابو هلال واربع نسوان موجودات. الوضع مو عاجبني بدي وحدة صاحبني. الوضع بدو البحرين وحديهن وحديهن. كيف ابو الامير الوضع بدو عمان بو هلال واربع نسوان موجودات. الناس الطفراني بتروح على عمان اما الاغنياء وين بروحوا؟ وين؟ وليه الوضع بدو المنديل صحراء مع الجنس اللطيف. خرب بيتكم بموت عن نسوان